مسؤولينتا قبالك يدق مدى بربرا يا كاقايب غلي مناسبات بلاران اللغوسو حلي ترتنك قرانك كريم كأه واللوغة بتاير ديدا وحكا براتا مدرسة دها كالدوان اي مغالة بربرا مناسبات درا يا وحا كاقايب غلي قدوم يها قبالك الساحل كحيقينكا دوقة دق مدى بربرا مارا يها وكالة بيها اي مغالة بربرا يسلو كراتا ليها صلديق دحي اي مغالة بربرا يا مسؤولين كسعودي وسارة دينتي يا وقافتا إهر قبل يهر قرن. يركب حنا يا ترتن كني وسارة دينتي يا وقافتا أي قبلتي قبل كساحل وعوي ترتن كني ولا بقى يبود قيب تهرة وصدق كتشيس هو كام أنت عين قبل إنه إلا بدأ قيبود لو خلا ترتن سين يا أردية قبل كساحل اللي قد يوني ثمان أردية أو ترتن كهر قرن أو بحه ترتن كلا بعد أي وسارة قبلته وأترتن كجبل كأدمان مدارس كجبل كساحل أردن وحنا نقبلنا طبعا كده بشر رمضان إن شاء الله تعالى ترتن كاسنا أديا إنه نورنا أنه أو جارنو طبعا كده أيو قبسومي إن شاء الله تعالى مدارس تاس أرضي ذكاتيمي وحكا كوبناين أفرية طبعا أرضي أو تتمايا ترتن كا مدحونا جمهورية السومالي لان ودائر تقوها بالمريو قول استياشو ده وحالينا قربي انا يسوب بحان صدح ارضي صدح دي ارضي بانو ان شاء الله مقعيدو ده حاضرين دوننا او انو هال كان كشيق دوننا قول استياشو نو حوي صدح ارضي اكلا حسن عرب احمد سلطان خالد محمد يو سهيب محمد عبد الله كنت فرحت بي تاي الى المانتا جوغو غوبتن لغا دواقيو ان غوليستياشي كو غوليستاي اني كاسو بخان غوبلكا ساحل ونا غودبان ان اني اوترتمان غوبلكود اي كو متلان ترتنكا مدحوينها جمهوريه سومالان مدن موسى بيحي عبدي دحويلها نوان هم بليين يا الله سبحانه وتعالى وكسمي إن أنت صو ده سندات أنت وشوي بقى إنه مركع ترتن كعقبته إن ترتن كان أو مدرر رياضة من سندات صو سعد وما دحويلها جمهورية السومال اللي عقبته وحلا جا صو قبتها قبل الله أوردن هذا وحنا صو قبل قبلنا صو لما يصيرني أو لا صو صار يا أردي وق قيب جلي سيد قبل الله سناج يصال وعينبا درهان دقمة عينبا يو تقدر أيام وصو صو قبل قبلين ما أنت نوحة إنه قبل قبل دي شغنا قبل كساحل صدق الأرض هي كصوب حانا وحيك قريب قريب دونان ترتن كا رمضان تا لو قمن دونا عاصمة دا أو أي كقريب قريب دونان دمان قبل ده وحنا هرايو كليا لبضة قبل يا كلاء أوضل يو قبل كمرودي شيح ويجينا أسبوع عن صوص إن شاء الله نقمن دونه مريها وكالة بيها مجالة بربرة كحجين كدو قد مدى بربرة يسدو كلا قدوم يها قبل كساحل أو هالكاسي قبل قبدي هذا الكسوة شيء أي هذا الدعاء يدر دار نسقو شرته وسوة شيء دي أرضي دا كقول ستي ترتن كقرآن ككريم كأه مجالة بربرة دعاء كورهنا يا يو حنسيد عيني وحنود عيني يا أرضي ده لما ترتن ككشيء قرآن ك إنه لا هاي كون فعاء أو كدغو أرضي يحفظ هيدا يدل كان يدل كان فعل هيدا أنت ترتك كقيب جليسة إيه صاب حضينا حمر الشين يا عيني ترتك على كقيب جليان قول كلي مادان أو كوي كوب كا يا قاري كبا سلام شيء مقالة بنبرسو كاسيا كدغا إن شاء الله إله كبريا وحان سيجارة وودو عيني يا دمان أرضي دي شن يطبعن كأرضي كصعدة مدرسة كلا دوان أعطيت هاي مدرسة أفلح مدرسة عمر هي مدرسة الخليج وحنلاقي هاي واد داشين معناه دنا حويان ميدان قد الرئيسنا سيدي لوك كلا سرية يوم با أي صد حدار دي النقدين انتي انك لنا فرصة بضم بايدي بنام ترتمنا دي كلا ينوص وصعدة حنلاقي هاي سود دياري يا سود دياري ترتمنا دي كلا هذا النقطة كي مجاله دي إن ياتي النقطة ترنا ده كلامه رنتي ياروا جلي جنب تاني يردن فاضة وحلاه هاي صدق ده ولال ولاليه هنا
tartanka madaxweynaha abaalmarinta madaxweynaha inooga qayb gelaya waxa weeyaan oo kaliya in sidii ay u kala sareeyeen natiijada markii ay qaadeen culimadii halkan imtixaanka ku qaadaysay waan idiin ducaynayaa allah idin barakeeyo alla nabadqab haydinku ku sii sagootayno saddexdii arday ee ugu sarreeya gobolka saaxil tartanka sodonka jis ee qur-aanka kariimka ah kuwaasoo ka qaybgeli doona abaalmarinta uu bixiyo madaxweynaha qaranka idana muuse biixi cabdi ee tartanka qur-aanka bisha ramadaan ardayda waan usii ducaynaynaa ha leenaha ilaahay haydin guuleeyo ee gobol ahaan waxaad tegi doontaan haddii alla idmo aad ka qayb geli doontaan arday walaalihiina waad la tagta tartanka la geli doontaan oo ka yimid gobollada dalka marka koowaad isbarasha idiin soo siyaadi doonta mar labaadka waxaad la kulmi doontaan madaxweynihii qaranka oo muxuu ahaa abaalmarinta aan rajaynayna inaad ilaahay idamki aad noqon doontaan kuwa la abaalmarin doono marka bal gobol baad matalaysaan gobolka saaxil baad matalaysaan sidaa uu culimadu sheegtay haddii aan la idmo waxaa la rabaa inaanu idin soo gelbinno insha allah idinkoo sida jaaisadii abaalmarinta madaxweynuhu ku bixinayay ayaan leenahay say gobol ahaanna magac inoogu noqoto idinkana runtii ay dhiirigelinaya inay ku noqoto macalimiintii waalidkiidii soo barayna ay magac ugu noqoto aad iyo aad baan intii ku soo dadaashay ugu mahadnaqayaa wa faysal aadan ismaaciil telefishinka qaranka somalilan berbera